على قد الليل ما يطول مستر دي سهري ونوحي في حبك ياللي أول ما شوفك تترد روحي سنين ويام هايم فيكي بزمرتي أصحيكي طول ما أنا وإنتي في الدنيا دي تصف أهلي وأجدادي واروح على فين وانت قصادي ولا لا حبوبي يا عين الحبوب من جوا يا سبب وعدي ومكتوبي يا كتكتها يا حندوسة يا لطفتها يا ننوسة ده أنا من نجمة في استنزارك أديني نزلي أما نهارك أبيض من طبق القشطة اوعى يكون حد شايف طيفي حط في قلبك بطي خصيفي مهجتي في ايديكي انا في عرضك خليها يا روحي امان عندك يو يا دين النبي كانك سارح مش لسه مجابلك امبارح ما تفكرنيش اما دي حقك كانت ليلة في غاية الرئة فاكر وانا حط ايديا في بطاطك جيب لي الترع على غفلة وملت عليا ما قدرتش اقول لك اوعى قمت انا بصيت يمين وشمال ساعة ما لقيت ما فيش عزال قبول طبل كده 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 وزمر زمري هنا 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 وعقلي شت وعنها ودغري خدتلي بوسة لكن صنعا من يوم ما عرفت في الاخر انك مستعبط ساهي ايش قلت المثل الساري يا ما تحت السيدة واهي عليها عيون ما تلتقيهاش على مدنين يا كده يا بلاش عليه مناخير فشر النبأ أما أوامها زي ما تلقى ده نامت برجل أحده يا كتكتا يا قطائتا يا لطفتا يا طعامتا قربي ليا يا نور عينيا كمان شوية وكمان شوية مهجتي في ايديكي انا في عرضك خليها يا روحي امان عندك يو يا دين النبي كانك سارح
مش لسه مجابلك امبارح. يا سلام يا سلام، اما دي حقه كانت ليله في غايه الرقه. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا قنوات الأسرة العربية.